Allora, vuoi non suello? A destra. واش هادي اللي غتحمينا وهذا الشيء ما يحميناش؟ كيفاش الناظر في المشطعين رجع بؤرة؟ السبيطار راه السبيطار ما فيه فين تدخل كوفيد 19، راه السبيطار عامر والطاقم الطبيعية ما يخدم، الطاقم الطبيعية إلى درجة أن بداو دابا كيموتوا، حتى الطاقم إلى ماتوا الأطباء وماتوا سميتوا لي زانفيغمي شكون غيحمينا؟ شهادة، شهادة السكنة، إلا ما مشيناش عند البوليس يديرها لنا ما كتندارش، كيقول لك القايد ما كاينش، سير كيدوك فيك سيمانة باش تسنى شهادة السكنة، واش حنا كلشي الضغط على البوليس والباقي الإدارة ما يخدموش؟ هادشي راه ماشي معقول، وبغيت نقول لأن القايد ولا الخليفة ولا سي با لو مومون، سي با لو مومون باش تهرسوا الكرارس، سي با لو مومون شنو كيوقع سيد العام يسير شوف شنو كيوقع تما، هذيك السلعة اللي كتمشي للدار الخيرية، واش ما عندناش دار العجزة؟ ما عندناش جمعيات أخرين يستافدوا؟ ما عندناش سميتو المدمنين؟ ما عندناش الحراكة راه جمعوهم في واحد المدرسة؟ شكون ياكلوا شنو ياكلوا دوك الحراكة؟ وعلاش أصلين كاينين دوك الحراكة؟ وعلاش كيموتوا الشباب ديالنا؟ هادشي اللي خص يكون، أنا ما جيتش هنا ندير مظاهرة، ولا ندير سميتو سياسي، ولا نقابي، جيت كفاعلة جمعوية، والناس كيعرفوني كاملين، يوميا كنحيد الكمامة، كنصبنها، وكنفرض على العسر ديالي باش نصبنها، ونجيبها لهذاك الشخص اللي ما قادرش يشيل الكمامة بخمسة دراهم، واش هادي اللي غتحمينا؟ وهادشي ما يحميناش؟ كيفاش الناظر في المشطعين رجع بؤرة؟ السبيطار راه السبيطار ما فيه فين تدخل. كوفيد 19 راه السبيطار عامر والطاقم الطبيعية ما يخدم، الطاقم الطبيعية إلى درجة أن بداو دابا كيموتوا، حتى الطاقم إلى ماتوا الأطباء وماتوا سميتوا لي زانفيغمي شكون غيحمينا؟ والناس خايفة، أه؟ وهذا الوقت كلشي الناس مرضين، اللي فيه الحساسية يمرض، اللي فيه الرواح يمرض، كلشي خايف غير يمرض شوية ديما كيمرض، كيقول صافي سميتوا الآخر، راه فيا كورونا. هالسياسة الخبيثة اللي كتوقع، أين أنتم يا أصحاب الإدارة؟ فين كالسيد العامل؟ هادشي اللي كيوقع، ديما تجمعات ما خصش يكون هادشي، أجي حسب شحال من الناس اللي كاين هنا، أنا ما جيتش ندير الفوضى، أنا جيت كنهضر، أنا كمرأة بنت الناظور عندي غيرة، غاري الغيرة خدمتي أنت، يقصي الحارق مني توقيعان، مرة من نخدمش نتفق كفاعلين جمعويين، كانت أطاط كودان، نقارس خريقي اللي فداه الناس. وتقرب على الوالدين اللي شمال غيسن السكوى يقول لك ماما انا شي قرش وغالي شان تكز لك ماما انتي الشاس زي جيب النغنى عني اه ومهضومين الحقوق ونشي دي الميدان كمساعد الصيادله دي الميدان غنخصم غتخدم تغيما 18 زلاقي اه تسد غنغي شمكان انت عملي فيك انسان اه رخونا غادي البوليس اقا حفيظه تعرقل حفيظه لم تعرقين حفيظه والتيوي والتنسيقيات الوحده والتضامن وتوي بول اخوان نسي شنو يجي يدير خطا الناس بمجرد انك يخسا كواغ راح يخدم ديلو سي الحار سي الطلب اللي هو عايش ديلو سي الحار ما يعيش سي الحار عباد الله سيد العامل تحرك اخصمونا في الرباطات السلميه توقيعان ويتغيبي بول مشكل ديال النظاوه هاني كورونا وها مين تقيمي كورونا راه الوقت الحالي سيد العامل الوقت الحالي خص توفير الاكسجين اباش ما يموتوش الناس بزاف اخ السبيطار نديرو فيه الاكسجين
اخص المستوصفات نديرو فيه الاكسجين، اخصنا نوفروا. واش كاينه واش كاين فاكسي غريب اللي كانت كتجي دابا ما جاتش؟ راه الناس اللي كانوا كيديروا فاكسي غريب كيلقحوا من اجل اللي كانوا كيديروها ديما، راه دابا بحال اللي كتاكل كوكايينه، راه الا ما درتيهاش كيمرض. قالوا الحل هذا هو الحل، ماشي زرع الرعب في المواطنين. وكنمشيو للادارات ما كنلقاوش مسؤولين. في راك اوغينيو جو سوي اوغينيو جو في البليطا اه فاينك السيد القايد؟ راه برا خرج. واش القايد اللي يمشي يجري على الكرارس على عباد الله ومصلحه المواطنين وهاد البلديه؟ فين هي مصلحه المواطنين الا مشيتي دير شي شهاده؟ ودابا جبتوهم مالين الكرارس، عندهم جمعيات تنظموا نظمتوهم، السلطات اللي مشات نظماتهم نظموها تسميتو، مادام نظرتوهم نظمتوهم ودرتي لهم جمعيات ودابا كتحاربهم، أليس هذا تناقض؟ ماشي تناقض هذا؟ ماشي تناقض كتحاربوا بهذا الوقت؟ بهذا الوقت ما خصوش يتحاربوا، بهذا الوقت حنا ضدهم كنقول لهم حاربوهم، وبهذا الوقت كنقول لكم لا ما تحاربوهم لأنهم جيعانين خصهم ما ياكلوا. ما تحطوش الطريق.